السلام عليكم، حياكم الله. هذا البلوج اليومي اللي بيكون خلال معرض E3، واليوم تبدا المؤتمرات الصحفيه. اليوم احنا متجهين الساعه الحين تقريبا 12 الظهر ومتجهين المؤتمر مايكروسوفت. دخلنا اخيرا قاعه مؤتمر مايكروسوفت واخذنا مقعد ملكي. تخيلوا مين جنبنا؟ مدير اكس بوكس السعوديه محمد حباب. شو اخبارك؟ هلا هلا محمد. تمام، متحمس؟ على الاخر. ها ايش بنشوف اليوم؟ تعرف بعد نص ساعة أو ساعة. نص ساعة. طبعا اللي مو متخيل معانا انه احنا وين الحين، ابوريكم المنظر من الجهة اللي انا فيها. هذا المنظر من المقعد اللي احنا فيه، هذاك هو المسرح اللي راح يصير عليه كل شيء. راح نشوف ايش هو بروجكت سكوربيو، راح نشوف قدرات بروجكت سكوربيو، وراح نشوف الالعاب اللي بتعرضها مايكروسوفت اليوم، ويمكن يكون في مفاجأة ثانية. قاعة كبيرة دخلناها بدري مرة زي ما تشوفوا معانا، ومتحمسين للي راح نشوفه اليوم. طبعا التصوير كل اليوم اللي قاعدين تشوفونه الان بهذه العدسه هو الاكسبيريا اكس زد بريميوم، فهذا هو الجوال اللي راح نصور فيه البلوجات حقتنا كلها. فخليكم معانا وبنوريكم ايش راح يصير هنا اليوم. خلص مؤتمر مايكروسوفت والحين الوقت المساء، وطالعين مع الشباب الإعلاميين عشان نروح نتعشى. مايكروسوفت عزميننا، فخلنا نشوف ناخذ لقطات معهم ونشوف مين حاضر معنا وإيش رأيهم في المؤتمر. هنا معنا أحمد تعبة مرة، سلطان، عمران، أحمد عاشور، فهد الشيحة، نواف نغموش، دبي. شباب ايش رايكم في مؤتمر مايكروسوفت؟ حلو ممتاز. مش كما حضرتكم تطبيق على الصوره. دراغون بول احسن شيء في المؤتمر كان. يا سلام، صحيح سلطان؟ اي دراغون بول صراحه والله. يس. انت وين قاعد طول اليوم؟ وش تسوي؟ العب فيفا. تفتح بك جوال فيفا. ايوه يلا كويس. قلت تفتح ايش هو من جد؟ طلع لي سعيد على عويران. سعيد عويران جدك؟ صحيح. بالايكونز؟ ها؟ بالايكونز؟ انتور ايش معنى ايكونز؟ الان احنا داخل القاعة الخاصة بمؤتمر يوبيسوفت. دخلنا الحمد لله. هذا المنظر من مكان جلوسنا في المؤتمر. هذا فهد جنبي طالع من فوق، الشاشة جبارة ودك تلعب عليها من جد. فالقاعة كبيرة، هذا الدور الثاني، في دور تحت الارض ما يبين لانه تحتنا. فننتظر نشوف ايش عندها يوبي سوفت في هذا المؤتمر. خلصنا من مؤتمر يوبيسوفت والحين جينا قسم زي المعرض الصغير داخل برا مؤتمر سوني. تشوفون هنا ألعاب كثيرة قابلة للعب، وجينا هنا جلسة راحة قبل المؤتمر، وبنفس الوقت سوني تسمح لنا فرصة نجرب بعض الألعاب. ومعي مين؟ فهد الشيحة. هلا والله. هلا. كيف الأمور؟ ايش تلعب؟ قاعد ألعب ناكتو محمد، اللعبة اللي منتظرها من زمان صراحة. قاعد يلعب لعبة ناكتو، واحدة من الألعاب اللي موجودة. خلني أوريكم شعارها عشان تعرفونها. هذا هي. طبعًا ألعاب كثيرة موجودة هنا قبل اللعب. فهد اختار إنه يلعب هذه اللعبة. هي اللعبة الوحيدة اللي في مكان كرسي فاضي محمد. ما حد يبي يلعبها. أنا قلت بيجلس برتاح. بس. بلاحظ بس نفسي ألعب مستمتع.
وانا بعد ابي ارتاح مع فهد، لكن في العاب كثيره موجوده. طبعا الشباب يطقطقون قبل مؤتمر سوني اللي نتوقع نشوف فيه اشياء رهيبه مره. وش من اكثر شيء متحمس له؟ كثيره سوني عنده خلل جاد اوف وار، عندك بعد في العاب ذا لاست اوف اس 2، ديترويت. ديترويت هذا جنبي، شوف واحده اي ديترويت على فكره حاطينها هنا قاعدين الناس يلعبونها. خليني اوريكم اياها. ايش رايك في ناك 2؟ حلوه صراحه. والله اي والله كنت سب انا الحين عجبتني. طبعا فهد جالس يبغى يلعب هذه اللي هي ديترويت، شكلها تحمس. ليش تصورني انا عاده ورا الكاميرا؟ اطلع بالكاميرا اليوم. يعني ينزل علينا ثلج من فوق. ايش المؤتمر هذا؟ صابون. اليوم انتهى مؤتمر سوني. شوفوا فهد مسكين نعسان وجوعان بعد. اي والله خلصنا تقريبا يوم المؤتمرات، وبكره افتتاح المعرض ومؤتمر نتندو. طبعا بيكون عندنا فلوق ثاني، لكن هذا كان اليوم، كان يوم بسيط. حبينا ناخذكم معنا خلف الكواليس. شفتوا مؤتمر سوني كان جدا جدا مبهر، حركات اللي سووها، نار تطلع من المسرح، الثلج ينزل من فوق، طرطعان فهد تخرع، فهد تخرع مسكين قام يناقز. فشكرا لكم على المتابعه، صورنا لكم هذه اللقطات والكواليس بهاتف إكسبيريا إكسزد بريميوم. خليكم معنا، وتغطية E3 لسه ما بدت، بتشوفون أشياء رهيبة جدا خصوصا الألعاب. حياكم الله. حتى راجع. فيديو.